ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الجمعة 29/7 يوليو تموز 2022. كل حاجة بتشتغل بشكل كويس خاصة مهنيا بالنسبة ليك النهاردة يا حمل. خليك مستمتع اكتر بيومك ده، حتى مع الانتقال من السهل النهاردة هيبقى انك تتجاوز كل العقبات اللي بتبقى بتتعرض ليها على جسمك النهاردة. ممكن الموضوع ده يستغرق منك وقت اكتر علشان توصل من خلاله لمشاريع تعتبر جديدة اكتر متعددة اكتر، هيكون عندك تفكيرك وممكن من خلاله تنجز كتير جدا من الافكار اللي بتعتبر جديدة، وده هيخليك تكون كويس جدا بالنسبة ليك ولصحتك. هتدي جسمك راحة كبيرة انت بتستحقها. النوم النهاردة مناسب جدا ليك ويعتبر كافي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيكون القمر في الربع الأخير بالضبط في الصباح ده لما تبقى بتشكل الشمس في برج السرطان مربع للقمر في برج الحوت. هنبتدي نشوف كل الأحداث الأخيرة في ضوء أوضح أكتر، في نضج أكتر. الأيام اللي جاية هتعتبر كويسة علشان نعيد تقييم كل أمورنا من وجهة نظرنا. هتبقى أكتر خبرة في الوقت الحالي، ممكن نبقى بنشعر بشوية توتر أو شوية صراع هيبقى بيواجهنا في اليوم ده بشكل واضح. بيواصل القمر عبوره في برج الحمل اليوم لحد المساء بتوقيته، وبعد ده هيكون القمر في برج الثور الثابت والمتعمد أكتر. مع كل ده بيشير كوكب الزهرة اللي شبه مربع مع اورانوس في اليوم ده لشويه من التقلبات اللي هتحصل لنا بعدم قدرتنا على التنبؤ. ممكن نتبع الاهواء اكتر، ممكن نشعر بشويه قلق علشان نعرف ندرك كل الحاجه اللي محتاجينها علشان نجدد من خلالها علاقتنا ونتسلى اكتر. ممكن يحصل لنا شويه تذمر من الحاجات اللي بتؤدي لتغير كبير جدا في انماطنا اللي بتعتبر غير صحيه، خاصه في اللي بيتعلق بالانفاق في اليوم ده. لغايه ما يدخل القمر في برج الثور خليكم مستعدين للتغيرات الحلوه دي.